جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق شيخ صالح بين الاغتسال لرفع الحدث أو الاغتسال للتبرد أو للنظافة؟ نعم، الاغتسال للتبرد أو للنظافة هذا ليس عبادة. طيب. هذا ليس عبادة. نعم. وأما الاغتسال للجنابة أو للحيض أو النفاس فهذا واجب. طيب. لأنه إزالة حدث. وكذلك الاغتسال المستحب. نعم. الاغتسال للجمعة. نعم. والاغتسال لدخول الحرم، الأغسال المستحبة هذه عبادة. طيب. لأنها يقصد بها الأجر والثواب. طيب. ولأنها أغسال ثبتت بالأدلة الشرعية فهي عبادة تحتاج إلى نية. فإذا نوى دخول الوضوء مع الغسل المشروع سواء كان واجبا أو مستحبا فإنه يدخل. طيب. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا نوى دخول الوضوء في الغسل المباح كالغسل للنظافة أو للتبرد فهذا لا يجزيه، لأن هذا الغسل غير عبادة، غير مشروع، وإنما هو مباح إباحة فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.